أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من رواية الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن اختصارا للوقت ولتعم الفائدة نذكر إن شاء الله تعالى منها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوة الله تعالى. رسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تبليغ الدعوة، حتى أنه يدعو على ظهر حمار، يعني التأثيرات والمواصلات والبص، شغلوا غنى وشغلوا أفلام. تخيل أنت وقفت قدام الناس قلت لهم: يا جماعة السلام عليكم، وأنا داير أبلغكم دعوة، وش بيستنكروا الكلام ده؟ يقول لك: ها ده داعش ولا شنو؟ ده الليلة جابوا شنو؟ دار يفجرها ولا شنو؟ لا، ما دار يفجرها، ده دار يوريك الحاصل، داعش عليه ضلال. الموضوع ده ما طويل، فلذلك تقف قدام الناس في كل مكان تبلغ دعوة الله تعالى. مرة أنا راكب البص من الخرطوم ماشيين الجزيرة ماشيين الحصعيصة، بعدين شغلوا واحد فنان، شغلوه قاعد يغني، ولا شايف يا افطتكم دي، قالوا: ما يجيبوا اسم زول، ما دار اجيب اسم. بعدين شنو؟ الزول ده شغال يغني، قلت للزول الجنب ده: الزول ده اسمه منو؟ قال لي: اسمه فلان. والله انا ما معليش يا جماعه برا افطتكم، اسمه حسين شندي. قال بعدين جبت مشيت قدام، ما دار انبز لكن بجيبه ساي، بس شفته قالوا وقفت قدام، قلت للسواق للمضيف غير السواق، قلت له: اسمع، في حاجة مفيدة تشغلها لنا؟ قرآن ولا محاضرة؟ الناس دي على سفر، يمكن يحصل موت ولا حادث ولا شيء. قال لي: والله شيء مفيد ما عندنا إلا الشغلة دي، بتنفع معك ولا ما بتنفع؟ قلت له: قام البيجاي ده السواق. قال لي: مديح كيف؟ قلت له: لا خير، ده مديح ما بلخبط المديح، ما كان المديح الأصلي ده، كان من غير بدع، من غير غلو، من غير موسيقى، المديح ما من الدين الصحيح. لكن بعدين شنو؟ قمت وقفت اليوم قلت له: ده اديهم النصيحة. قال لي: اديهم. وقفت قلت: السلام عليكم. في ناس نايمين فتح عيونهم وتهجموا، قالوا: الزول ده داري يعمل شنو؟ يا جماعة السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام. قلت لهم: يا جماعة البص ده كان انقلب، الله يوصلكم بالسلامة، قولوا امين. قالوا: امين. حسيت بها باخلاص، مرقت من جوه قلبي. قالوا: امين. قلت لهم: البص ده كان انقلب، تقابلوا الله بحسين شندي ولا اديكم ايه وحديث؟ في امامك ورق كبار. قال لي: ادينا ايه وحديث يا ولدك في الشيده. قال لي: قفلوا، بدت لهم بالموت من البدايه، موت بس. قلت لهم: الموت ده فيه ثلاثه حاجات: هو شيء رؤيه الملايين، عمل عيون كده. قلت لهم: اثنين، سماع البشرى، الملك ده بيتكلم يبشرك بخير يا شنو يا شر. ثلاثه قلت لهم: النزع، شفت الروح دي لما تجي تمرق، وجاءت سكره الموت بالحق وخروج الروح. وقال كعب الاحبار لعمر بن الخطاب لما ساله عن الموت، قال: كانه غصن شوك في جسد ابن ادم، ما منه من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به، وكأن رجلا شديد الذراعين ينتزعها. ثمارة ورا خوافة قدر ما أقول. وجاءت سكرة الموت بالحق، أقول لي: صلى الله عليه وسلم. أسلام أنا كذا مالي شوية، أنت مالك خايفة؟ طبعا كان مسجد الزول بيمرق، لكن بس ما في طريقة مرقص، ولا باستيزان ولا عن إذنك أنا ماشي، بس تسمع كبير، ما في طريقة.
بعدين اشتغلت لهم في الموت كلهم فتح عيونهم، خشيت القبر الله يتقبل، مشينا ثاني القيامة والجنة والنار، وجبنا التوحيد والاتباع وهي المهم حاجات. في النهاية قلت لهم والله ما قريب ساعة ونص، قلت لهم والله بعد دح جاردي أظنها كملت، جزاكم الله خير. أنا دارك قعدت كان الزول شغل محاضرة، قلت له هذا أنت قبل ما قلت لي ما قلت لي بص قلب وزاته شنو؟ قلب معاهم كتر خير وقت في المسألة. لكن في نهاية الأمر أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص يبلغ الدعوة في كل مكان، والناس دي والذي رفع السماء في شباب ما بينهم وبين الاستقامة على الدين إلا كلمة بس يسمعوها بصدق، وكثير من الدعاة يسكت. يعني أنت عارف الحق، الناس دي أسمع لافة، واحد تلقاه شاب تلقاه عنده زهج من الصباح ومضايق، تقول له أنت عيان؟ يقول لك والله ما في عيان. مفلس؟ يقول لك لا القروش راقب. ما متزوج؟ يقول لك لا متزوج. غلبوك في الكوره ولا شنو انت زهجان؟ والله ما غلبوني ولا اي شيء. انت زهجان مالك؟ الله يقول لك يا مولانا ما عارف، لكن غايته مما اصبحت كذي في ضيق كذي زهج، لكن هو سببه شنو؟ اي شيء فيه. لكن الضيق ده سببه شنو؟ ذاته ما عارفينه. قال ابن القيم رحمه الله: في القلب خلة، يعني محل فاضي، لا يسدها لا يملأها إلا ذكر الله. وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله. قالوا ده فيه محل فاضي، قال لي ما بتتملي إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب. فيها راحة لما تذكر الله، يقوموا يقبلوا على المعاصي. شباب مالين دعوة، ودي الفائدة الأولى، وغير الشباب كبار برضو وغيرهم تلقاه يقبل على المعاصي. مرة كورة يعديها كورة إلا المريخ ويحرد العشاء، مالك ما دار تتعشى؟ يقول والله تقونا اثنين. انت شنو تقوك اثنين؟ لا يقول لك مريخات ولا لا ما دار تتعشى. اي ليه؟ الله ما غلبونا حردان، واللعيبة ذاتهم الغلبون يقابلوا في المندي ذات المدرب يقولون بس أهم شيء نفسياتكم دي عشان الهجمة الجاية والكورة الجاية والحرب بيننا وبينهم سجال والأيام دول ومرة غالب ومرة مغلوب. أهم شيء نفسياتكم ده، تلقاه مغلوب يأكل وتاقع زعلان، هو أصلا عنده خدرة بايتة ما دار يأكل حردان. ليه؟ عشان غلبوا اثنين والله الذي لا إله غيره. ديل بيجمعك واحدين تانيين يمشوا بتاع غنى، تشغل له قران طيب محاضره ما يتحمل يسمعها طوالي فت 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 تبقى مالك، تشغل اغنيه تلقاه حزين لابي بعد شويه دموع طق طق. هذا مالك؟ الله يقول لك لهيب الشوق لهيب الشوق. اي وماله ده معاك؟ الله يقول لك هبش لي محلات جوا جوا. وين ما جاي هبش دي؟ وين ذاك؟ وانا الهبشة ذاته والهبشة من ذاته. شباب يا اخي تركب البس يشغل اغنية الناس جت يقعدوا يبكوا بس، ويا زول يا طيب ماشي وين وراح على الغمام، تقبل البس ده جت تلقاه كرر كان عندي تبكوا مالكم. بقول لك ساب البلد وانتم ما بتسيبوها براو سابة، ما انتم برضو بتسيبوها بعد ذلك. شوفوا الحاصل اللي قدام شنو. فلذلك الناس دار تذكير والله الذي لا اله غيره، غفلة شديدة وشهوات وابتلاءات، ارتكب مواصلات مشاكل، تمشطح عليك شعرك، شغل لك غنية، الناس ترجف داك يجي يسوي لك قطعية يقطع لك اذانك ولا يهبشها من الرجفة، وحاجات كثير. تمشي المطعم برضو تلقى غنى شغال، تجي البيت مسلسلات شغالة، تمشي الشباب تقعد برا دار تتونس تلقى ده مشغل فيلم، وداك وين؟ وده يكذب عليه، الو كيف؟ ان شاء الله تمام الحمد لله، انا ابو ياسين جاي من قطر. وابو في الملا جبع له في توم ولا بصل ويكذب على البيت، وكله لف ودوران. امشوا الجامعات يشنطوا ويلبسوا كيف وعاملين كيف وحاجات كيف، وبصائر كلها مغشوشين. والله مره لقيت واحد فيهم بدا قالت له جردل عديل كذا جردل وفوطه شغال في كراو يغسل فيها في فوطه، قلت له ولد انت اكسن ولا انت الفوطه بتغسل بها براحك، شغال يمسح ويغسل مصائب ثقيلة جدا. فدين دارين دعوة، دارين قاعدون في الواقع يورونهم خلقون لشنو وعايشين لشنو ذاته.
والنهاية شنو في النهاية؟ في نهاية المطاف النهاية شنو؟ النهاية في النهاية موت، وبعد الموت في قيامة. ودي زخارف ساية شايفة دي عربية جديدة وعمارة عالية ومرعى جميلة وأكل كيف وشوق بغادي ودب المطعم الفلاني وألذ المأكولات وألذ المشروبات وده الموبايل الفلاني وده تغنيته كذي وده الواتساب وده الفيسبوك وده الكذا، كلهم دارين دعوة. والذي رفع السماء قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، ده امتحان. الزينة الشايفة دي ده امتحان ساي. ليه امتحان مش ساي؟ لأنه بعده قال لك جنة ولا نار. لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الفائدة الأولى، ودي رسالة للمسلمين كلهم، بلغ دعوة الله تعالى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الدعوة على ظهر الحمار. أنت في كل مكان تمش بلغ الخير، وري الدين، بلغ الولد دين الله سبحانه وتعالى، عشان لما تموت ويدفنوك ارفع يدي يا الله والدعوة تصلك، يدعو لك في قبرك يجيك الخير. المرء علم الدين، لأنه لو ما علمت الدين بتدعبك والله، تمشي الجيران تجيك سوي لنا ستارات والذهب ده كذي والجار ما شاء الله ونحن ما زيهم، تسوي لك مشاكل علمتها على الدين الله بريحك في الدنيا دي خلي الآخر. وانت تخلص لله سبحانه وتعالى أصحابك بدل تتلموا ونسى ساي وجبنة وشاي اتلموا معه في شيء الله يجمعك في الجنة. ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله اداك نوره وقوه، اطلع المنبر بلغ دعوه الله تعالى، اكتب بدل اكتبوا في الفيسبوك والواتساب ورسائل كيف اصبحت، اصبحت سوداني يعني دار اصبح شنو يعني، وكيف امسيت وهو الليل الجو كيف، ما في فايده كيف اصبحت وكيف امسيت والجو كيف، دي فايده تجمع عليك الله ثلاثه اسئله. لو كتب بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له حديث إن شاء الله لو ما حافظوا لقاه في كتاب، ولا كتب لي آية، مش ذاك بيستفيد؟ قل لها كلام فارغ، تخش الرادي الله يمشي والله ولا مسراك بالمواصلات. قلت والله الذي لا إله غيره، بلد دي غفلة وضياع للزمن، كلام كله فاضي. الموضوع ده موضوع الفنيين، ونحن نرى إنه التدريبات دي تكون داخل الميدان ويفتحوا المجال للناس كلهم، وما يفتحوا شاغلين الرادي بأشياء فارغة وشايفوه بغادي ديلك برنامج زغروتة وديل بيجاي برنامج ما بعرف ايه وديل برنامج شنو وداك بغادي بتاع المدايح، برضو مدايح ما فيها فايدة، ساري الليل للقرطة قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش، حسي دي فايدتش والله، دخل بلياء طلع كيكي، والله دي كلها مدايح، دخل بلياء طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي، هسه ده فايده فيها فايده دي، وين الدين هنا في الفجل والبامبي ده، وين دين الله سبحانه وتعالى؟ ضيعوا الامه ضيعوا زمنها. فبلغ دعوه الله في كل مكان. الفائده الثانيه من فوائد الحديث ان لله حق وهو اعظم الحقوق، وللاسف هذا الحق لا نرى الا القليل او القله القليله المستضعفه المبتلاء التي تدعو إليه. باقي الناس كلهم تكلموا في حقوق تاني، والله الحديث ده قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يا معاذ من سأله قال له ودار يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله ده أعظم حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده حق الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شنو؟ شيئا. هسي وريني اللي بيتكلم في الحق ده قليل قليل والله الذي لا إله غيره. كلهم شغالين حقوق المرأة، والمرأة محترمة، زول شغال من الصباح للمساء عشان المرأة، شايفينها تاكل يسيل سيفه ويسيل سكينه طلع بندقيته ومسدسه عشان عرضه خايف عليه، يعني كريم اكثر من كده كيف؟ ما يرضى كلمه سيئه فيها، بل واحد تلقاه شاكل اخته عشان زوجته، يعني ده بس يسوي شنو اكثر من كده؟ يسوي شنو في الحياه دي عشان يكرم المراه؟ ديل بيجمع ديلك بيغالي شغالين، والله حقنا في البلد دي مهضوم، ما اروح حقك شنو انت؟ ما
لا مولانا العيش بقى عيشه عيشه مولانا بجنيه. انت فطرت بك ما عيش؟ قول النصيحه. والله انا غايت عيشتين وجبنا زياده كذي ثلاثه شبعان. انا محيرني الزول بيقول الكلام ده ما جاي عام. تلقاه في محل الجبنه متونس بالموضوع ده. يعني تخيل الزول ده فطر شرب الشاي بيشرب في الجبنه بالجنزبيل ثلاثه معالق سكر كباه. بعد يشربها بمزاج مزاجه بيظبط كيف؟ لا البلد دي العيشه بقى. انت بتشرب في عيشه ولا بتشرب في شويته؟ جبنه. وتلقى محلة الصعود فاتحة. يعني الناس ما عجمت لكن بل محلات الصعود محلات المعاصم فاتحة محلات الغنى فاتحة. اعلنوا ليه نادي الضباط حفلة مع ملك الطنبور. يجي طنبر له طنبرة في طنبرة بكم التذكرة؟ بخمسين بعشرين. هسي دي ما خمسين عيشة راحت ساي ده ما كان يجيب لي خمسين عيشة. تلقى شايل له موبايل بمليون لك العيشه بقت بجنيه. بيع الموبايل تشتري مليون عيشه ولما تكمل تاني هو الموضوع يعني بجنيه. يعني مواضيع كلها بالغه ساي والله الذي لا وانا ما اتابع لي شيء مثل رقبه ساي الا ما مقويه ما غيش نهايه المطاف. لكن ده مواضيع الناس بيقول عيش والرغيف والمع الموضوع ده والذي رفع السماء سبب المعاصي. رضي من رضي وغضب من غضب من غضب. ما يقول لك البلد والحكومة حكومة وقفت التجارة ما وقفتها. أها نمرة اثنين حكومة قالت لك ما تاكل ما قالت لك ما تاكل. أها تاني في شنو؟ اشتغل في شغلك ده اسأل الله الرزق. أمة ما عارفة الرزق عند الله ولا عند الحكومة. ليه أسي ما عارفين اللي بيزيد القابض الباسط الحكومة ولا الله ما عارفين. الله بيحلف لهم في القرآن بيقسم لهم بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم شنو تنطقون. والغريب الزول بيتكلم في ده ولك الرئيس ده وفخامة كذا ويا فلان كذا. بعد شوية طلع كيسه الكيس ده بكم؟ بأربعة جنيه. والعيشة بكم؟ بجنيه. يا زول الكيس ده ما خطير بالموضوع ده. بعد شوية دردي ما السفة يخدها تقول له خلي السفة دي بقول لك يا زول ده مزاجي ما بخليها. يعني تخيل انا الكلام ده ما جبته عبثا. تخيل زول زي ده سفه ما قادر يخليها صعود الكعب ده ما قادر يخليه. ده باقي لك انزحه الرئيس وخدته ما بسف البلد تل وصفه تعبنا دي ما قادر يخليها. ده باقي لك مبقوحة في الحكومه مش بلخبطه تل وزول. والى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم في نهايه المطاف. شكل الرسول عليه الصلاه والسلام بدري وراك الموضوع ده ورب العزة والجلال وراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. وفي لفظ ستكون بعدي أثرة ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم إلى نهاية الحديث. ده في نهاية المطاف. رب العزة والجلال في القرآن قال لك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت شنو أيديكم ويعفو عن كثير. شوف بلدنا دي بس خلينا مش بعيد أمر بر راسي بر المسجد دينا أحفر الواطة قلت لك زرع تعال الصباح بتلقاه بدأت تقوم أنا الأرض مهيأ تمشي برا الله جامع لها نيلين ما شات سوا يشرب المويه مش تشتريها من الدكان. يعني ما شرط إلا تشتريها تفتح المازور تكب كر تشرب نعم شغالة. الناس شاربة الشاي وفاطرة ومتغذية وما لقينا سوداني واحد في المنام مش في اليقظة رابط له حجرين ولا حجرين تلاقاهم بس لاقاكم حجر كذي زول. يوم ذاك ناقشت واحد قال لي ده كله من الرئيس ده من الحكومه دي. قلت له رايك في عمر بن الخطاب شنو؟ قال لي والله ما في كلام. قلت له عام الرماده ده كان في عهد من عمر بن الخطاب عام الرماده كان في عهد من شغله دي انت ما عارف سببها شنو؟ رب العزه والجلال قال لك وما اصابكم من مصيبه
فبما كسبت أيديكم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: المصائب سببها الذنوب. لو دار الله يفتح عليك تعمل حالتين: تتوب لله وتوحده وتتقيه، واحد. اثنين: تشكره. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات. الأكل فيه والزراعة فيه والموية فيه والجوع فيه والتعب فيه، وتمشي المطاعم شغالة ما قاعدين يبيعوا كسرة وملاح بس، أكلات ذاته. يوم ذاك ما جت مطعم لقيت حاجات ما برزت فيها إلا واحدة بس، قلت له تعال اشرح لي دي. قال لي دي كذب، قطعوها كذب وخطوها كذب. قلت له بس جيب دي ثاني، ما بمشي كذب يا من ثاني له. أكلات ذاته، وفي ناس اللي آخر اليوم يكبوها في الكوشة. يعني شوف، الجوع مش عدم أكل، أنت الناس ما تقيف مع النقطة دي. عدم الهدوم مش ما موجود هدوم في السوق، قاعد البوتيكات والبرتقال قاعد والتفاح والمانجا والاكل الثاني قاعد كله، لكن ليه في جوع؟ مش مفروض الناس تقيف مع المسألة، تقيف تحاسب نفسها؟ أول شيء تؤمن بالله وتتقي الله، توحد الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن إذا بحاربوا الله، إذا بحاربوه كلهم مزرعتين ثلاثة، تلقى حاجة بانينا فوق ميت وقايمة فوق ماشية فوق، دي ماشية وين؟ يجوا يشيلوا التراب يتبركوا بيهم، يعتروا: يا فلان ألحقنا. ها فلان ده اللي زح منك الغلب، ألحقونا وافزعونا. وتروح حاجة نمشي لفلان حوطين رايح، ده ما سبب الجوع؟ الشرك والله الذي لا إله غيره والمعاصي. السبب الثاني لو دار الله يفتح على البلد دي وغيرها، الشكر. الناس دي والله أنا بتعجب، ما بيقولوا القرآن البنبذ وشغالين تعبانين. الله ما قال في القرآن في سورة إبراهيم: وإذ تأذن، أي آية ولا نص تلقى فيه واللفظة دي مفروض تجيب فيه، لأنه دي من باب الإعلام كما قال ابن كثير رحمه الله: وإذ تأذن أي أعلمكم، أعلمكم رب العزة والجلال. كلام ده نشره بين الخلق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شنو؟ لا شديد. أشكر الله، والله بكرة تبقى عيشتين. ما الله أنه مصدق كلامه تاني، يقول: يا الله لك الحمد والشكر وأعبد الله صح. بكرة بيبقى ستة تاني، بعد بكرة شغلة طاولة تبقى بجنيه، تبقى محل توديها ما عارف ذاته، تقول برضو الحمد لله. الله يفتح عليك زيادة، لكن شغالين واقفين في صف العيش، وده غادي شغال يسجل وينبز والعصر ما صلاه، ده ما سبب الجوع ذاته زاد. تاني بعد شوية بتبقى مزعيشة وبيصغروها زيادة، تلقاهم في الاسطوب أو في الطرمبة بتاعت البنزين واقفين صفوف. الله ابتلاهم عشان المعاصي، وابتلانا نحن كلنا يعني، واقفين صف بدل يستغفروا كان الله يفتح عليهم. تلقى العربية شغالة قافلين الجزار، بعد شوية ينزلوه شغلوا ينبسرين، ما مشكلة والمشكلة ورموني في نص البحر ما مشكلة. حسي دي ما مشكلة ذات، دي ما مشكلة في البلد دي، دي ذات الله بيبتلي فيك ومصير، الله بيبتليهم ومصرين يعصوه سبحانه وتعالى. ولذلك ده أعظم حق، ما يغشوك سايد وعاد عاملين ساعه عندهم شجاعة. واحد يطلع على المنبر زي جابوا لكم ده اسمه مين الجزولي ده، محمد علي الجزولي ده، بيجاي قال حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث في صحيح مسلم، قال ضعيف، قال ضعف الدار قطن ده، خليه مش ضعيف، خليه خدته بيا جنب. هسي أحسب مش ده ضعيف، خدته بيا جنب. واحد عن أنس رضي الله عنه أن أقواما أتوا في الصحيح، حديث ده في الصحيح، فقالوا: ألا تنظروا ما يفعل الحجاج؟ حجاج ده قالوا هذا العيش ده بيقطعها مرة واحدة، ولا عيش ولا نعم. ألا تنظر ما يفعل الحجاج؟ قال: أيها الناس اصبروا. ها صحابة خافوا، دخلوا أهلهم وبيوتهم كله عشان الدين وجاهدوا. قال: أيها الناس اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. بيجمع اثنين حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ثلاثة حديث أبي بكر الثقفي، أربعة أنس نفسه رضي الله عنه قال لنا فقهاؤنا
من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهونا عن سب الحكام، أو كما قال رضي الله عنه أمش قدام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية، فميتة جاهلية، إلى آخر الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في لفظ وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فكلهم بتاع اللخبة وعاملين فيها شجعان. أنا والله الشجاعة اللي بعرفها تدافع عن الله أول شيء. حكومة دي ما بتسأل، هتعمل فيها قدام الناس، وهؤلاء عشان الناس بعد امرقوا برا النية عليهم ربهم، لكن هم منهجوا نصلا خرب، منهج تكفيري ومنهج داعشي ومنهج بتاع انحراف، قاعدين في البلد دي ضاربين المكيفات ورسلوا أولاد المسلمين وهيا على الجهاد، وقاعدين راتبين البراد وديلك يمشوا يكتلون بيجمع التوك الجهاد ما تمش. رسول ده بيقول للصحابة جهاد بيكون جوه له جوه المعركة، بيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن أنت مرتب وتقول للناس أولاد المسلمين أمشوا أمشوا أمشوا. زي ذاك ده الحيوسف بيجمع، قالوا التفجيرات دي من الدين من الجهاد، ما في شيء والله. وفي اليوتيوب أمشي خش الناس بيتعاطفوا معاه، يقول لك ده بيجيبوه في التلفزيون يا مولانا، بعد شوية يفقد ولده، اتصل بها: ولدي انت وين؟ والله انا اسي مارق من ليبيا كذي، مارق كذي غايته، وين يا ولدي؟ يتلاقى ان شاء الله في الجنه بعد شوي، بعد ان شاء الله نموت سوا، ونموت انا في الجهاد ويتلاقى في الجنه بعد يا دوب راسه بي. يقول لك ترى هو ولدي غشوا الدواعش، وترى هو ديل الله يازاهم، قبيل ما برضى ذكرهم في المسجد، يقول لك ديل ما تجيبه ما تسويهم، مما يضيع ولده الموضوع بيبقى له، والله بيبقى له واضح، ويا ريته لو دين، لو دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. يا ده مش أي نفرين إذا علموا لهم شغلة في أوضة وظلمة وتدريبات بيجاوا يقشموا حديد ويضربوا لهم رصاصتين، بعد ذاك راح الجهاد إلى غويسوها ساعة. يا ده وراه حاكم، وراه استئذان، وراه أمور شرعية، ما سايد ما عبادة ودين. رسول عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل لما أراد أن يذهب معه إلى الجهاد، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أمش أمة كبيرة فيها جاهدي. وقال له رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: الحق بامرأتك، الحق بامرأتك. وجهادنا شنو؟ لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله العليا في بلدك دي الآن، في بلدك دي بحاربوا فيها توحيد، في بلدك دي الآن بحاربوا فيه. والله يصف دعاة التوحيد دعاة الفتنة، دعاة الفرقة، ناس موضوع كلام حال، ناس بفرقوا المسلمين. يا أتوا مسلمين دين اللي بتفرقوا في الله واحد دين، يا أتوا مسلمين ذاته. لتكون كلمة الله، انت ماشي تحارب منه، ماشي حارب اليهود وولده مفلفل شعر زي اللاعب الفلاني اليهودي والنصراني، وماشي حارب اليهود وماشي حارب النصارى، وولد الثاني متشبه من لاعب الفلان، ولك انا والله ميسي، وانا ما بعرف كريستيان، وانا نيمار، وانا مو هو ذاته. ولك الجهاد بالليل يحضر في المصارعه، بيصارع ذم منه، ولك والله ناس جون فلان وما وناس فلان اورتي وفلان وكذا. ده المسلمين انت ده بتجاهدهم، انت بتحضر لهم بالليل، انت متكيف منهم. الناس ما عارف ذاته جهاد واشياء كثيره. الحق والشجاعة الجد أي تجيب في مساجد أهل البدع، تقول لهم الله واحد، ادوك بالعكاز تأكل تقول الحمد لله كتر خير، ادوك كف في الله تأكل زايد تقول الحمد لله، ادوك سيخة مشينا مساجد المرة يشرطوا لنا الزرايا، والمرة الثانية اللي بدوك بنية يكتموا لك نفسك في بيوت الله سبحانه وتعالى، والثاني بيلم في دقنك مرة مسجد تغدى مسك دقنيتك قبل المنبر نقرأي رأسي والممر وجرأة شديد، أنا قاعدة مقطعة بقيت شايل هم، بكرة عندي شغلة في الجامعة زي حلبة.
وشايل هم قلت هسي والله قطع عمك ده هسي بكره الناس يلا قابلهم كيف بالخليج شالوا هبشت هكذا لقيتها قاعده قلت الحمد لله دي تنميله زاد قلت الحمد لله ده ايه طلع سجدت قلت يا الله تهدي وعمنا ده يتجاوز عني وعمنا انا من هنا ما بنغضب لنفسنا الله يتقبل وفي ناس خارج فحق الله التوحيد ده ناس تعتر تنادي الله ما تنادي شو دول ما يعلق حجاب ما يمشي لي شيخ دجال لغير اخر فائده واختم بها اذا قام العبد بهذا الحق رحمه الله ونجاه من العذاب قال وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا لو دار الله ما يعذبك تقابله بالتوحيد اخر ايه في سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وشنو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما قال صنما بس ما قال صنما بس أحدا نكرة في سياق النفي النهي الشر في النكرة دي هنا بتقول تفيد العموم هنا قال فمن كان يرجو ده شر لقاء ربه فليعمل ده جواب الشر أيوه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا نفينا وأحدا نكرة تفيد العموم أي شيء ما تشرك به لو قلت يا الله ويا جبريل أشركت بالله باختصار كذا زول قال يا الله تنجيني نادى كم مش واحد قال يا الله ويا شيخ فلان نادى كم اثنين ده توحيد ولا اثنين ده شريك ده شريك بالله سبحانه وتعالى باختصار كذا ولا دار شغل كثير شريك تقيل جدا ما الا اصلا ناس معلقه تلقى حافله معلقين تحت جزمه بتاع الطفل دي شنو؟ ولك بتحفظ من العين عشان يعاينوا لا كذا ما يعانوا لك حافله دو عين وبيت تلقاه يسووه جديد يسوي له قرون ده بينطح على البيت ده ولا مالو ده ولك والله بيشغلوا عشان ما يعانوا في الحاجات الثانيه اشتري عربيه جديده مطبخ خايف اطبخ شيل اليد يغطسها كذا في الدم طيب لا والله نظيفه انت بتوديها تغسلوها بقروش انت بتوسخ فيها مالك يقول لك لا والله كان ما ضبحنا لها بتنقلب والخواجه سواها ما ضبح الخواجه ذاته صنع العربيه ما قاعد يضبح في بلده هناك وسواها اكثر منه وصنعها يا ناس ما خروف من عليه حادث وخروف خدتي ورا بيعمل حادث بالخروف بيموت ذاته زي واحد بتاع هايز سايق اهله وكذا جماعه ماشيين البلد عملوا حادث الله نجى الولد ونجى الخروف والجماعه جت شنو؟ ماتوا هاي لكن ذاك ما له كرامه ما تشوف له ضحيه ولا شيء مهم كلموني بعض الشباب هناك في الدرمان ففي نهايه المطاف اللي يحفظ الله مش خروف تضبحوا عماره في كافوري واحد لقيته عمك اسمه دفع الله حديث انه عماره فتونس معاه قال لي ست العماره جابت لي فكه حديد هو مسجل قال لي ست العماره جابت لي فكه حديد وقالت لي شتيتها تحت للجن قلت لها الحديد بغشوبه الجن بغشوبه فكه قال لها اظن قلت لها انت يا ماما ما عندك موضوع خليتها مشت شال الفكه هو مسجل ما اعرف مش عامل باش مش ما في نهايه المطاف في جن قلت لها فكه وكان اصلا دار تخش ما ترمي له ربط ابو 50 بقر لكن في النهايه لخبطه زايد كلام فاضي كثير لذلك الناس توحد الله واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فينجينا الله تعالى من عذابه يسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن السماع بارك الله فيكم.